هنا بقى هو جاب ايه؟ جاب المصحف وخد الفتحه من اول مصحف، بس ايه؟ واحد ياباني ولا فاهمها ولا بيقراها ولا عارف حاجه خالص، مجرد جاب الصوره بالكتابه وحط الميه فوقيها، حط كوبايه الميه فوق فوقيها بقى. هو فوقيها بس هو مبهور بشكلها لكن مش فاهم ما مش فاهم حاجه خالص، فقال لك احط الميه فوقيها اشوف ايه اللي هيحصل. ورينا كريستالة طلعت ايه بقى. سبحان الله. سبحان الله، دي احلى كريستالة طلعت. سبحان الله، وده جاي من ايه؟ من شكل الحروف والكلمات، يعني جلال رسم المصحف العربي والطاقه اللي موجوده في الكلمات تطلع طبعا كريستالة كده. يعني الخط العربي في اسرار طاقه كبيره جدا، احنا بنمسك القلم ونكتب ومش فاهمين ان كل حرف من اللي بيكتبه ده بيحرك الطاقه في المكان اللي احنا فيه. هنا بيبان الكلام ده. طب نشوف بعد كده برضو. هنا بقى جاب العليم. اسم من اسماء الله الحسنى العليم، هو مش فاهم ايه ده. هو كان فيه واحده ست هناك مدرسه مسلمه في اليابان، فاديت له شويه الاوراق دي وهو مش فاهم حاجه فيها، فقالت له دي حاجات من القران عندنا. فمسك كلمة العليم دي ولفها حوالين الورق بس من غير ما هو فاهم حاجة خالص. طلعت ايه كريستالة وريني؟ سبحان الله العليم. سبحان الله. طبعا تخيلوا بقى لو اللي بيحط دي بيقراها كمان وفاهمها وبيعتقد فيها وقال الكلام ده، يطلع حاجة بقى قد ايه؟ الميه طبعا تبقى الكريستالة ما حصلتش وهيبقى ليها طاقة فعلا تقضي على أي طاقة سلبية جوه الجسم. السبب بقى التعاون بتاعنا ان هو عايزني بالطرق بتاعتي استعمل ده كمخزون، الكريستالة دي كمخزون معلومة واستخرجها بحيث ان نقدر نطبقها ونشعها في حاجات. هو ده الخطوة الجاية بقى، الخطوة الجاية ان شاء الله. طب نشوف بعد كده. العدل برضو مكتوبة اسم الاسماء الله ومحطوطة بدون نطق بدون اي شيء. الله نجفة كريستال جميل. انا قلت له بقى لو جبنا حد من المقرئين عندنا اللي عندنا خمس اماكن للطاقة واحنا بنطلع الكلمة بيتعلمها المقرئ وعمل الكلام ده وهو بيقرأ العدل طبعا هيغير طاقة المية بشكل رهيب يعني. وان شاء الله الحاجات دي ناويين نعملها في ان شاء الله مدة إن شاء يعني احنا هيجي علينا وقت انه هذه المية مقروء عليها قرآن مثلا وتباع وليها طاقة ايجابية والاخره. والله ده علينا احنا بقى، احنا البلد الاسلامي المسلمين بالزبط. يعني هو الراجل بيورينا حاجة احنا بقى مفروض يعني. انا قلت له لما جالنا قلت له انت جاي في الشرق لاول مرة. الشرق عميق عميق جدا بقاله 7000 سنة هنا. هو جاي من شرق برضو. بس انا قلت له ايه، تأكد ان احنا التعاون بتاعنا ده هيضيف حاجات اعماق جديده جدا انت ما مش متخيلها النهارده. حضاره الطاقه. فانا قلت له هتشوف ان شاء الله هتشوف كمان سنه لما تجيلنا هتشوف احنا ضفنا ايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الحكيم الودود. الودود اللي فاتت كانت الحكيم وده الودود. الحكيم ده الودود. مش ممكن. الله، ده ولا اي جواهرجي في الدنيا يعرف يعمل يعرف يعمل دي. امين. الاحد. النهار ابيض. وكلها جميله، مفيش واحده فيهم طالعه بشكل مش جميل. مع ان هنا احنا ايه؟ انت في صوره الكعبه. صوره الكعبه. الصوره حطها تحت كوبايه برضه، كوبايه محطوطه ايه؟ هو ما قدرش يروح هناك، حط الميه فوقيها وبعدين خد الميه عمل منها دي ميه عاديه. ميه عاديه خالص عمل منها كريستالات. وبعدين في حاجه، دي الكريستاله بتاعت الكعبه اللي عملها مش مسلم ومش فاهم. فممكن هو مش فاهم ايه اللي بيعمله ده. طاقه اللي بيعمل التجربه برضو بتدخل في التجربه، ايمانه ومعتقداته طبعا بتفرق. فمع ان معتقدات غير معتقداتنا وايمان غير ايماننا حاجات اسلوب تاني خالص، والراجل مش فاهم حاجه خالص، وممكن يكون حتى مش الكلام ده يعني ملوش اي بالنسبه له اي مش عارف يقراها او يقول لك ايه ده حاجه غريبه بالنسبه له. ومع كل ذلك كل النواقص دي الا ان الكلام ده. فاحنا لازم ايه نعرف حلاوه وقيمه الرساله اللي هو بيعملها، رساله الماء دي. طبعا. هنا بقى الاذان، الميه وهي بتسمع صوت الاذان. بس هو جاب بقى ايه، جاب شريط اذان وحط الميه قدامه وبعدين مسك الميه وعملها. يعني مثلا لو الشيخ عبد الباسط هو اللي ما انا قلت له كده، قلت له لا ده تعالى بقى عندنا امكانيات. قلت له المثل بتاعنا، تعالى بقى عشان مش هتبيع الميه في حاره السقايين، تعالى لنا بقى. طبعا.
ده واحد بيقول كلمة اسلام بس. كلمة يعني اسلام عملت الشكل الجميل ده. هو بيقول الكلمة اسلام. فانت عايز تقول لي في منتهى الخطورة، انت عايز تقول لي ان دلوقتي لو واحد مثلا كوباية المية دي قال فيها كلمة اسلام هتبقى المية بالشكل ده. ليه؟ فتبقى المية دي فيها طاقة ايجابية لما اشربها هشرب مية كويسة. ليه بقى؟ في حاجة اسمها الفكر الجماعي، يعني الفكر الفردي بتاعنا بيتوجد بالذبذبات بتاعته في الجو، في الغلاف الجوي على الارض، ويبقى فكر جماعي زي برنامج جماعي. لما واحد يقول كلمة اسلام حتى لو مش مسلم، قال كلمة اسلام، بيحصل رنين بين الكلمة وبين الطاقة اللي في الجو دي، فتقص المية تلقط الكلام. الاماكن المقدسة كلها الانسان بيبقى مرتاح فيها. متبرمجة جاهزة. متبرمجة لانه تكرار الكلام الحلو الجميل المقدس بيعمل رنين في المكان كله. ففي واحد يقول لك ايه، انا اول ما بخش المكان ده بستريح وبهدى المدينة. طبعا مثلا مدينة مش بس هنا بقى الرسالة دي تورينا حاجة تانية. انت لما بتخش المكان ده 70% من جسمك المية بتتغير فعليا. خلاص احنا فعلا علميا كده ما احنا شفنا اهو. فانا بتغير فعلا، مش بس بقى تقول لي ايحاء ولا كده. لا فعلا احنا شفناها. ودي رساله الماء اهم حاجه في الدكتور ايموتو انه ورانا الحته دي بالظبط كده.